نهج بعض الدعاة منهجا مبتدعا فيما يسمى بالتقارب بين الأديان بحجة أننا جميعا أهل كتاب، فهل هذا من الموالاة؟ هذا من الكفر، ما هو بس من الموالاة، هذا كفر. إذا صححت مذهب اليهود ومذهب النصارى وقلت إنه دين صحيح، هذا كفر بالله والعياذ بالله، لأن الله حكم بكفر اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يتبعوه. وكل من لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم من يهودي أو نصراني أو وثني أو أي مخلوق أو جن أو إنس فإنه كافر وهو في النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. كيف يكونون مؤمنين وهم يقولون الله ثالث ثلاثة؟ هل هؤلاء مؤمنون يقولون الله ثالث ثلاثة ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويجحدون رسالته ونقول هؤلاء مؤمنون؟ اليهود يجحدون رسالة المسيح عليه السلام ويقولون انه ولد بغي، ويجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونقول هؤلاء مؤمنون؟ من اللي قال هذا؟ فليس فيه دين صحيح إلا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وما عداه فإنه إما دين باطل وإما دين منسوخ منتهي العمل به. نعم.